على راسي أبو حميد، حبيب قلبي يا دهمان، أبو خلف وأبو غيداء أنتوا فضلتوا على راسي من فوق. يلا يا شباب، تكبيس تكبيس، بدنا نوصل للمليون تكبيسة. كبسوا الله يوفقكم، ببوس إيديكم كبسوا كرمال الله تكبسوا. لا ولا شيء، بس هي فنان سوري على التيك توك أو على البيجو. الفنان إن كان ممثل أو مغني هو واجهة للبلد، هو بنظرنا شخص تقيل له شخصيته وازن يعني مثل ما بيقولوا. ولكن إنه نفتح تيك توك نلاقيه عم يوزع تحيات لناس ما بيعرفون وعم يطلب من شباب بعمر أولاده إنه يكبسوا. يعني طب شو هي كبسوا؟ أنا صدقاً ما بعرف شو يعني كبسوا أو عشو بدهم يكبسوا، بس يبدو إنه شيء مهم جداً وفي من وراه مصاري. أكيد ما حدا ضد إنه الفنان يتواجد على أي تطبيق أو على أي منصة، ولكن يطلع بطريقة جيدة تليق فيه. في بعض الفنانين لما عم نشوف كيف عم يطلعوا وكيف عم يحكوا عم نزعل عليهم. يعني والله عم اشتهي اعمل حساب بس لحتى فوت كبسلن، بحسه مخنوق ومتضايق ومكسور على كبسات. يعني اذا انتوا عم تعملوا هيك معناها لا عتب على الباقي. يعني بلا تشبيه بلا تشبيه، تخيلوا براد بيت مثلا طالع عم يقول لجمهوره كبسوا بريس بريس، والله بتروحوا الهيبة يعني. بس لا تخافوا، هن ما حيعملوها، لأنه أساساً هن ما عندهم وقت فاضي لهيك شيء فارغ بلا هدف. في ألف طريقة ممكن طلعوا فيها مصاري غير التكبيس. وأخيراً رح أترككم مع هالفيديو لمعتز وهو عم يوصل للعشرة مليون تكبيسة. روح على قولته. تكبيسات، خلونا نوصل 10 مليون تكبيسه شباب وصبايا. اوه نحن ب 3 مليون 3 مليون و 300، خلونا نوصل ل 10 مليون تكبيسه. روح 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 روح، هب هب هب، حيك نبراس، ارحب ارحب بكل الشباب والصبايا، خلونا نوصل لل 10 مليون تكبيسه. 10 مليون تكبيسه، هي منه منه ابو صيام، ارحب ارحب، هب 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 هب.